مكعبات مرقة الدجاج من بين الأمور التي تستخدمها الكثيرات من ربات البيوت عند إعداد الطعام كبديل لشوربة اللحم أو الدجاج. وتتكون مرقة الدجاج من جلود الدجاج والعظام بالإضافة إلى أعضائها الداخلية، ويتم تحسين نكهتها ومذاقها عن طريق مزج كميات كبيرة من الملح والبهارات. ويتساءل الكثيرون هل هي فعلا تسبب السرطان أم لا؟ وكشف الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية الثقافية الغذائية إن استخدامها ووضعها على الأطعمة ليس له أي علاقة بأي نوع من أنواع السرطان، لكنه حذر من الإفراط في استهلاكها لأنه سيؤدي إلى حدوث ضمور وتلف في بعض أعصاب الجهاز العصبي. ووفقا لما جاء في أحد المواقع فإن مكعبات مرقة الدجاج تسبب أضرار كثيرة، ويسبب الإفراط في استخدامها إلى الإصابة بمرض الداء السكري لاحتوائها على نسبة من الدهون. ونتيجة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح والتوابل فهي تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي الإفراط في استخدامها أيضا إلى تراكم السموم في الجسم وتدمير الخلايا العقلية، وبالتالي زيادة الإصابة بمرض الزهايمر وحدوث اضطرابات في القلب والتهاب المعدة واضطرابات الجهاز البولي من الأضرار التي تسببها مرقة الدجاج. وتحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم وهو محسن للنكهة، والإفراط في استهلاكه بيؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي الإصابة بالسمنة، ويمكن أن تؤثر على القدرة البصرية للإنسان نظرا لاحتوائها على مادة غلوتامات أحادية الصوديوم. وتعد مرقة الدجاج من المصادر الغذائية الغنية بالصوديوم، والذي ينصح بالحد من استهلاكه خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، لذا يجب مراقبة كمية الملح المضافة إلى طبق مرق الدجاج للتحكم في محتواه من الصوديوم. وعند شراء مرق الدجاج المعلب ينبغي الانتباه جيدا إلى محتواه من الصوديوم الموجود على الملصق الغذائي للمنتج، فحتى الأنواع المصنفة على إنها منخفضة الصوديوم قد تحتوي على الكثير منه. ومن جهة أخرى تقدر الإشارة إلى إمكانية التحكم في محتوى مرقة الدجاج من العناصر الغذائية، وذلك حسب المكونات المضافة أثناء التحضير. وبشكل عام يفضل أن تحضر مرقة الدجاج منزليا وتكون منخفضة نسبيا بالسعرات الحرارية والصوديوم.